تؤدي دولة الإمارات دورا مهما في تعزيز الأمن السبراني، وهنا في معرض آيدكس للدفاع الدولي تقيم جناحا خاصا للتوعية بخطورة الهجمات السبرانية. دورنا اليوم ومشاركتنا في المعرض هذا هي إظهار أهمية ثقافة الأمن السبراني على جميع هذه القطاعات، ونفس ما شفنا بعض النقاط الرئيسية اللي تكلمنا عليها، القطاعات كثيرة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع الغاز، كهرباء وماء، جميع قطاعات حيوية، ولا سيما القطاع العسكري أيضا في ذلك. ونتيجة لتلك الجهود قفزت دولة الإمارات إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر الأمن السبراني، وهذه اللوحة الرقمية العملاقة تشرح كيفية التصدي للهجمات السبرانية. ومن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة مثل هذه الهجمات الربط الآمن بالإنترنت لكافة الجهات الحكومية إلى جانب عدد من مبادرات السلامة الإلكترونية. انتقلت دولة الإمارات من المركز 47 خلال السنوات الثلاث الماضية إلى المركز الخامس اليوم، وبإذن الله مستمرين إلى المركز الأول في ذلك. وضعت معايير، وضعت إجراءات وقوانين، وأقل المستوى الرئيسي الذي يجب أن تحتوي به هذه المنظومات قبل أن تصدر وقبل أن تشقل أيضا في ذلك، سحابة وطنية على سبيل المثال، ناشونال كلاود أو غيرها من المنظومات الرئيسية التي قائمة على الرصد المبكر لأي تهديد ومؤشر تهديد قد يؤثر على دولة الإمارات وأمانها. والجهود لم تقف هنا وحسب، بل أطلقت دولة الإمارات أيضا مبادرة النبض السبراني، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الأمن السبراني وتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع ورفع وعيهم لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة. أحمد سلهوب، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.